السلام عليكم ويعطيكم العافية. أنا زميلكم كرم درويش وراح نكمل في مادة الهيستولوجي، تحديدا في البون هيستولوجي. هلأ زي ما حكينا أنه إحنا في الهيستولوجي هدفنا ندرس الأربع أنواع من الأنسجة. حاليا إحنا في الكونكتيف تيشو، اللي أهم إشي بميزه أنه عندنا سيلز وعندنا إكسترا سيلولار ماتريكس. هذا الكونكتيف تيشو كان نقدر نقسمه إلى بروبر وسبيشال. حاليا إحنا في واحد من السبيشال كونكتيف تيشو وهو البون. هلأ انسى الهيستولوجي، حط الهيستولوجي على جانب، خلينا هيك نحكي عن البون، يعني كفيسيولوجي بشكل عام. يعني شو هو البون؟ اللي بيميز البون انه هو نسيج صلب. فيعني لو مثلا هون معي قطعة بون، هاي القطعة بتكون قوية ويعني وصلبة، تمام؟ على عكس الكارتليج، الكارتليج بيكون طري بيمتص الصدمات، لكن لا، هاي بتكون قوية وبتعطي متانة. عشان هيك شو وظائف البون؟ مثلا بيعطينا سبورت، هو اللي بيعطينا شكلنا، مهم للبروتكشن اوف فايتال اورجانز، زي كيف السكال بتحمي البرين، زي الفيرتبرال كولوم بيحمي السباينال كورد، القفص الصدري بيحمي اللنجز والهارت والى اخره، تمام؟ سو بنقدر نحكي انهم بيعملوا بروتكشن، بيعملوا سبورت، مهمين لعملية الموفمنت، يعني الحركة بيكون عنا عضلات بتشد البون، فبالتالي بتخلينا نتحرك، فبالتالي هم مهمين للموفمنت. لكن لو حكيت لك شو أهم فانكشن للبون، بدي جاوبني مخزن للكالسيوم. شو يعني؟ يعني أهم إشي بيعمله البون هو إنه بيخزن الكالسيوم. طيب خلينا نحكيها بطريقة ثانية، الكالسيوم لإيش مهم؟ راح تحكي لي للبون، بحكي لك أوكي، لكنه أكثر أهمية في البلد. شو يعني؟ يعني هلأ في البلد في عنا ليفل معين من الكالسيوم، بنحكي من 8.5 إلى 10.5. إذا هذا الرقم قل عن 8.5، الجسم شو بيروح بيعمل؟ بيكسر البون، في عملية اسمها بون ريزوربشن، بيكسر البون وبيطلع الكالسيوم اللي فيه. فهذا دليل انه البون هو مينلي مخزن للكالسيوم، اللي هي مهمة للبلد اكثر من البون نفسه. عشان هيك اذا كان الكالسيوم في دمنا قليل، البون بيصير يتكسر عشان نمتص منه الكالسيوم، لانه نقصان الكالسيوم في البلد يعني خطير جدا، اكثر بكثير من نقصانه في البون. المهم هذا الكلام يعني بشكل عام عشان انت تكون فاهم البون. لكن احنا خلينا نحكي هيستولوجي. بالنسبة لنا كهيستولوجي اللي بهمنا فيه انه هو كونكتيف تيشو، اللي بيميزه انه اصلب من غيره. طيب هلا احنا بنحكي انه هو عبارة عن كونكتيف تيشو، تحديدا هو سبيشال كونكتيف تيشو. طيب هلا هذا الكونكتيف تيشو او كل كونكتيف تيشو من ايش بتكون؟ بتكون من سيلز واكسترا سيلولار ماتريكس، والبون مش استثناء. اوكي، بيتكون من ايش؟ بيتكون من سيلز، خلايا، و اكسترا سيلولار ماتريكس، نسيج خارج خلوي. طيب النسيج خارج الخلوي كالعادة شو بيكون؟ بيكون عبارة عن فايبرز، الياف، و ground substance، اوكي، اللي هي عبارة عن بروتيوغلايكانز، جلايكوبروتينز، و جاجز، اوكي. لكن بالإضافة إلهم في البون عنا إشي سبيشال، وهو الانورجانيك كومبوننت، يعني فيه أشياء غير عضوية، وهي أملاح الكالسيوم والفوسفيت، وهي اللي بتعطيه الصلابة تبعته. يعني أهم إشي بيميزه عن غيره من الكونكتيف تيشو إنه فيه كومبوننت انورجانيك، فيه مينلي كالسيوم وفوسفيت، بيعملوا ملح اسمه الهيدروكسي أباتايت، اللي هو ارتباط الكالسيوم في الفوسفيت في الأو إتش. المهم بيصير عندنا يعني أملاح. طبعا في غير الكالسيوم والفوسفيت، في مغنيسيوم، في أشياء تانية، لكن الموست كومون هما الكالسيوم والفوسفيت. طيب هلأ بتلاقي مرات كيف بنقسمهم، بنحكي إنه الإكسترا سيلولار ماتريكس بتنقسم إلى أورجانيك كومبوننت وإن أورجانيك كومبوننت. الأورجانيك اللي هي المركبات العضوية، اللي هي الفايبرز والجراوند سبستانس، الإن أورجانيك هما أملاح الكالسيوم والفوسفيت. أحيانا بتشوفنا بنحكي إنه بيتكون من فايبرز وجراوند سبستانس، الجراوند سبستانس فيها جزء أورجانيك اللي هم الجاجز والبروتيوغلايكنز والجلايكوبروتينز، وجزء إنورجانيك اللي هو الكالسيوم والفوسفيت. سو يعني بتقدر تحطها من ضمن الجراوند سبستانس، بتقدر تشيلها، المهم إنك تعرف شو الكومبوننت تبعونه. طيب
خلينا نحكي هيك عنهم واحد واحد، يعني نذكر شوية أسماء بعدين بنحاول هيك يعني نعملهم برسمة واحدة. هلأ نبدأ في الخلايا. إيش الخلايا اللي راح تكون عندنا؟ بدنا نتعود على مسمى أوستيو. أوستيو OSTEO معناها بون، أوكي؟ لما تكون بالآي بيكون معناها ماوث. المهم إحنا يعني الخلية اللي بتكون موجودة عندنا هون هي أوستيو بلاست، زي لما كنا نحكي عنا لما كنا نحكي كوندرو بلاست، الخلية اللي كانت تبني الكارتليج كان اسمها كوندرو بلاست، لأنه كوندرو معناها كارتليج وبلاست يعني مولد. أوستيو بلاست هي الخلية المولدة للبون، اللي بيطلع تفرز بون تفرز بون تفرز بون، بعدين شو بيصير فيها؟ بتختير وبتتقاعد وبيصير اسمها أوستيو سايت، اللي هي بعد ما تصير محاطة في البون من كل الجهات بيصير اسمها أوستيوسايت، زي بالضبط لما كنا نحكي عن الكوندروسايت. هلأ هاي العائلة الأولى من الخلايا. في عنا عائلة ثانية اللي هي الأوستيوكلاست. الأوستيوكلاست هاي الخلية هي عكس الأوستيوبلاست. الأوستيوبلاست هي الخلية اللي بتبني بون، وكيف دائما نحفظها؟ أوستيوبلاست بي من بيلد، اوكي؟ فهي البون بيلدينج سيل، بينما الاوستيوكلاست سي احفظها من كات او كاتينج، انه يعني البون كاتينج سيلز، المهم انه يعني بتكسر البون عشان تسهل عليك الحفظ. المهم اوستيوبلاست هي الخلية اللي بتبني البون، الاوستيوسايت هي بعد ما تتقاعد هاي الخلية وبصير دورها تنظيمي فقط، الاوستيوكلاست لا، هي عائلة مختلفة بتيجي من مصدر مختلف، وظيفتها تكسير البون. ليش؟ عشان حكينا قبل شوي انه لما يقل الكالسيوم في الدم بروح بكسر البون عشان ارجع الكالسيوم اللي فيه. مين اللي بكسر البون؟ هاي الاوستيوكلاست، اوكي؟ هلا ممكن هون اضيف كمان خليه اللي هي الاوستيوجينيك سيل، اللي هي يعني بنقدر نعتبرهم مراحل حياه الاوستيوبلاست. اوستيوجينيك هي لما تكون يعني في مرحله الطفوله، لسه مش فانكشنال لكن هي ستيم سيلز بتتكاثر. الاوستيوبلاست هي في مرحله الشباب بتفرز بتفرز بتفرز. الاوستيوسايت خلص بعد ما تختير وتتقاعد بصير دورها تنظيمي. طيب الفايبرز، الفايبرز يعني اكيد عندنا كولاجين زيه زي بقيه الكونكتيف تيشو، لكن اي نوع كولاجين؟ كولاجين 5 ولا كولاجين 4 ولا 3 ولا 2 ولا 1؟ اكيد راح يكون كولاجين تايب 1. ليش اكيد؟ حكينا كل ما قل الرقم كل ما كان الكولاجين اقوى، وانا اقوى نسيج موجود عندي هو البون، فاكيد راح احط فيه كولاجين تايب 1. سو باي ديفولت هون راح يكون عندنا كولاجين تايب 1. الجراوند سبستانس كمان شوي بنحكي عنها، اللي هي عبارة عن جاجز وجلايكوبروتينز وبروتيوغلايكنز وإلى آخره. والإنأورجانيك حكينا إنه عندنا أملاح الكالسيوم والفوسفات. هلأ خلينا هيك يعني نرسم صورة إنه بس عشان نوضح الكومبوننتس. هلأ في محاضرتنا اليوم يعني حكينا هيك عن المكونات تبعون البون، هلأ هيك بنرسم صورة بنخليها شوي منطقية أكثر، بعدين بنروح بنفصل فيهم واحد واحد، بفصل في الأوستيوبلاست والسايت والكلاست وإلى آخره. بس يعني ككومبوننتس بدون ترتيب، المحاضرة القادمة بنرتب هاي المعلومات، بنرتب هاي الكومبوننتس وبنخلي إلها معنى أكثر، أو يعني بنحطها خلينا نحكي in context أو في سياق مفهوم. هلأ بس بدنا نعرف الكومبوننتس. على كل حال يعني خلينا هون نتخيل إنه هاي قطعة بون. قطعة البون لازم يكون فيها خلينا نحكي الخلايا. إيش أنواع الخلايا اللي عنا إياها؟ اللي هم الأوستيوبلاست. لاحظ وين بيكونوا موجودين الأوستيوبلاست؟ على السيرفس فقط، يعني بتلاقيهم هون هون هون، إنه فقط على الأسطح، ما بتلاقي أوستيوبلاست في الداخل، فبيكونوا بيشبهوا السيمبل كيوبويد الإبيثيليوم، بيكونوا يعني شكلهم مكعب أو كروي وموجودين كلهم هيك جنب بعض على السيرفس تبع البون، عشان هاي المنطقة تبعت النمو. يعني هاي الخلية بتتكاثر وبتبني بتتكاثر وبتبني بتتكاثر وبتبني، لما تدخل جوا خلص بتصير محاطة في البون من كل الجهات، شو بصير اسمها؟ بصير اسمها الأوستيوسايت، أوكي؟ سو الأوستيوبلاست وين موجودة؟ موجودة على السيرفيسز فقط، والأوستيوسايت هي اللي موجودة جوا النسيج، أوكي. شو كمان بيكون عندنا نوع من الخلايا؟ اللي هي اللي حكينا عنها اللي هي الأوستيوكلاست، بتكون هون هي عبارة عن خلية ضخمة. شو وظيفتها؟ وظيفتها تكسير البون، أوكي. برضو وين بنلاقيها؟ برضو على السيرفيسز، ما بتلاقيها بالنص. الخلية اللي بتلاقيها بالنص هي فقط الأوستيوسايت.
هلا هاي الاوستيوبلاست هي اللي ظلت تصنع بون تصنع بون تصنع بون، بعدين صارت محاطه في البون من كل الجهات وتحولت الى سايت. هاي السايت زي ما حكينا دورها تنظيمي، وبتكون قاعده جوا لكوني، اوكي، بالضبط زي ما كانت الكوندروسايت تقعد جوا لكوني. هون برضو بيكون عندنا لكوني، لكن الفرق هون خلية واحدة موجودة في لكوني واحد، اوكي، ما بتلاقي انه خليتين مع بعض ولا ثلاث خلايا، لا، كل خلية لها تجويف خاص فيها، اوكي. سو هون عندنا اللكوني، اوكي. وكمان شغلة كتير مميزة انه هدول الخلايا بما انه دورهم تنظيمي بيصيروا يتواصلوا مع بعض عن طريق بروسيسز، عن طريق يعني بروزات بتطلع من الخلايا عشان يتواصلوا مع بعض ويأثروا على بعض. طيب كيف بتطلع البروسيس؟ لازم افتح لها طريق من ضمن اللاكوني، هيك افتح لها طريق صغير، هذا الطريق بسميه كاناليكيولاي، اوكي. كانال يعني ممر، كاناليكيولاي يعني ممر صغير، اوكي، كاناليكيولاي هذا يعني هيك كنسيج. طيب هلا هذا الخلايا اللي هم البلاستس والسايت والكلاست. طيب شو كمان بيكون عندي؟ الفايبرز اكيد راح يكون عندي كولاجين تايب 1 بجميع الاتجاهات عشان يعطيني قوه في جميع الاتجاهات. بيكون عندي جراوند سبستانس اقل هون نسبتها، لكن بنلاقي شويه جاجز، شويه جلايكوبروتينز، والجزء الاكبر من الاكسترا سيلولر ماتريكس هو عباره عن املاح الكالسيوم والفوسفيت اللي بتعطي هذا النسيج صلابته، اوكي. فبصير عندنا النسيج صلب زي ما احنا ممكن نتخيل البون، اوكي. سو هذا هو، هيك احنا خلص يعني تقريبا فهمنا كل الكومبوننتس، لكن خلينا شوي نحط تفاصيل عن كل واحده فيهم. نبدا في اول خليه وهي الاهم اللي هي الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست زي ما حكينا هي البون بيلدينج سيل، فشو وظيفتها؟ هي هاي اللي بروديوسز ذا ماتريكس، هي اللي بتصنع النسيج او الاكسترا سيلولار ماتريكس، اوكي. يعني هي اللي بتصنع الكولاجين تايب 1، هي اللي بتصنع الجراوند سبستانس، هلا مش هي اللي بتصنع الكالسيوم والفوسفيت، احنا بناخده جاهز، لكن هي اللي بتنقله من الدم الى النسيج، اوكي. فهي اللي بتصنع الاكسترا سيلولار ماتريكس، فقط موجوده ات سيرفيسز، يعني ما بنلاقيها داخل النسيج من جوا، فقط بتكون موجوده على الاسطح، وشكلها زي السمبل كيوبويدال، اوكي. هيك بيكون شكل هاي الاوستيوبلاست. طيب هلا شو وظيفتها؟ بتضلها تصنع بون تصنع بون تصنع بون تصنع بون، بعدين شو بيصير فيها؟ عندها يعني احتمالين، اوكي، هون خلينا نحكي الفيت تبعها او المستقبل تبعها او المصير، يا اما بتتحول الى سايت من اوستيوبلاست الى اوستيوسايت لما تصير محاطه في البون من كل الجهات، او اذا خلص عندي يعني عدد كافي من الخلايا راح يصير فيها ابوبتوسيس، وهو النسبه الاكبر من الخلايا راح يموتوا، اوكي. كيف يعني؟ يعني مثلا تخيل عندي مثلا 100 خلية اوستيوبلاست، بيضلوا يبنوا بون يبنوا بون يبنوا بون، بعدين لما بدي يعني يصير دورهم تنظيمي ما بدي اياهم كلهم، مثلا بدي 50 منهم، ال 50 اللي ضلوا شو بصير فيهم؟ بصير لهم ابوبتوسيس، يعني الموت المبرمج للخلايا، اوكي. سو هاي هي الاوستيوبلاست. هلا شو الفانكشن تبعتها؟ حكينا هل هي البون فورميشن، سو خلينا نحكي هاي البون فورميشن كيف بتصير. هي العملية سهلة، لكن أهم إشي تعرف إنها بتتم على مرحلتين هاي البون فورميشن. إيش هم المرحلتين؟ هلأ بيكون عندي هون هاي الأوستيوبلاست، أوكي؟ يعني خلينا نرسم هاي الأوستيوبلاست. هلأ الأوستيوبلاست هاي شو بتصير تعمل؟ بتصير أول إشي تفرز الأورجانيك كومبوننتس من الإكسترا سيلولار ماتريكس اللي أهمه الكولاجين تايب 1. سو بالأول بيكون شبيه في الدنس الريجولار كونكتيف تيشو، لانه بيكون مينلي عندنا يعني كولاجين تايب 1، وعندنا شويه جراوند سبستانس يعني ووتر والى اخره. هذا بالبدايه شو بيكون اسمه؟ بيكون اسمه اوستيويد، اوكي، يعني مش بون، لا هو زي البون، زي البون، اويد يعني شبيه، اوكي، فاوستيويد يعني شبيه البون، هذا يعني كل شيء زي البون بس لسه ما فيه املاح، بيكون اهم شيء انه فيه كثير كولاجين، اوكي. بعدين شو بيصير فيها؟ بتصير تفرز بروتين كمان شوي رح نشوفه اسمه الاوستيوكالسين، من اسمه اوستيوكالسين، هذا شو بيعمل؟ هذا زي مغناطيس للكالسيوم عشان يجي بعدين الكالسيوم ويرتبط فيه ويصير المنطقة يعني فيها املاح. هاي العملية شو بنسميها؟ بنسميها مينيراليزيشن، مينيرال املاح، مينيراليزيشن يعني انه بنحط
الأملاح اللي هم أملاح الكالسيوم والفوسفيت. سو أهم شيء تعرف إنها بتتم على مرحلتين، يعني مش من الأول بيكون عندي بون بالشكل النهائي، لا بالأول بيكون عندي زي البون بس طري لأنه لسه ما فيه الأملاح، بعدين لما أحط فيه الأملاح بصير البون الصلب. أوكي، هذا كل اللي لازم نعرف عن الأوستيوبلاست. نروح للخلية الثانية وهي الأوستيوسايت. الأوستيوسايت شو وظيفتها؟ هي كانت أوستيوبلاست، لكن هاي الأوستيوبلاست صارت محاطة في البون من كل الجهات، بطل إلها أي دور في عملية الصناعة، فصفى دورها مجرد مينتيننس، أو يعني خلينا نحكي ريجوليشن أو سميها زي ما بدك. المهم إنها خلص هاي الخلية تقاعدت، صار دورها زي استشارات، يعني بطلت هي تصنع بنفسها، لا هي صار دورها تنظيمي، يعني بتشغل أوستيوبلاست، بتطفي أوستيوبلاست، بتشغل كلاست، بتطفي كلاست، يعني بيصير دورها تنظيمي. أوكي، شكلاً بتختلف، بتيجي هيك يعني مطاولة الخلية إلى حد ما، وزي ما شفنا في كثير بروزات بتطلع منها، بنسميهم بروسيس أو بروسيسيز. أوكي، هاي بروسيس بروز، جمعها بروسيسيز. أوكي، المهم طيب هاي لا أوكي البروسيس تمام، البروز هذا من الخلية اللي مهم عشان يصير في عنا تواصل بين خلية وخلية، وزي ما شفنا بتكون كل خلية قاعدة في لكوني خاصة فيها. أوكي، وبرا منهم كلهم يعني طالع عنا البروسيس، فبالتالي لازم أحفر لها طريق، هذا الطريق اسمه كاناليكيولاي. هلأ بالمناسبة يعني هاي اللكوني بتكون على الأد بالضبط، ما بتكون مبحبحة زي الكارتليج، يعني إن هون صعب إني أرسمها ملزقة فيها، لكن بدك تكون متخيل انها يعني ملزقه فيها بالضبط، فانت بالصور مش حتشوف اللكوني 100%، لكن اعرف انه في لكوني. اوكي، سو المهم انه هون حكينا هاي اللكوني او اللكونه تمام، وهون هاي اللي هي الكاناليكيولاي. ليش بحكي هيك؟ عشان بتشوف صور مرات بيكون مثلا مؤشر لك هون تمام، وكاتب انه هاي كاناليكيولاي، يعني هيك مثلا حط لك سهم هون حكي لك انه هاي كاناليكيولاي، مرة تانية بتلاقي حاط السهم هون كاتب لك انه هاي يعني سيلولر بروسيس او بروز خلوي. اوكي، لان هم ملزقين في بعض يعني، فانت في الخيارات مستحيل يكون موجود انه يحط لك على هاي ويسألك شو هي وتلاقي الخيارات فيها كاناليكيولاي وبروسيس، لانه ما بتقدر تميز بينهم. اوكي طيب، زي ما حكينا دورها تنظيمي، هلا كونه دورها تنظيمي شو بنتوقع يكون في اختلافات؟ اول اختلاف من حيث النيوكليوس، حكينا الخليه كل ما تكون اكتف كل ما يكون الدي ان اي تبعها less condensed. اوكي، يعني بيكون مور يوكروماتين، لكن هون هاي لانها less active فاغلب الدي ان اي تبعها او يعني نسبه عاليه بتكون هيتيروكروماتين ونسبه قليله بتكون يوكروماتين، بينما هون العكس تماما، بيكون عندها بيكون عندها يوكروماتين اكثر. منطقي، انا هاي الشغلات خلص يعني لما نقطع شوط في الهيستولوجي بتصير باي ديفولت، يعني لانه البلاست هي اللي اكتف باي ديفولت حيكون عندها مور يوكروماتين، هاي مور هيتيروكروماتين. هلا عشان هاي بدها تصنع لازم يكون عندها رف اندوبلازميك ريتيكولم، سو مين راح يكون عنده اكثر رف اندوبلازميك ريتيكولم؟ اكيد الاوستيوبلاست. الاوستيوسايت في عندها شويه رف اندوبلازميك ريتيكولم لكن اقل. مين عنده جولجي اكثر؟ الجولجي مهم لتعديل البروتينات قبل ما نفرزها، فاكيد هاي راح يكون عندها جولجي اكثر. فلازم تقدر تقارنهم ببعض، اول شيء كشكل هم واضحين جدا، زائد زي ما حكينا هاي بتشوفها في السيرفيسز فقط، هاي اللي بتشوفها بالنص. اوكي، يعني نسيج قاعد تطلع عليه من الطرف بيكون في خليه كيوبويدال، هاي بلاست. اما بتطلع عليه من النص وخليه مطاوله هاي بتكون الاوستيوسايت، لكن الفروقات ما ننساها انه هون بيكون عندنا less يوكروماتين ومور هيتيروكروماتين، اوكي اللي هو الان اكتف دي ان اي. اوكي، وبيكون عندنا هون less rough endoplasmic reticulum و less golgi، مزبوط. اوكي، شو كمان بدنا نحكي؟ يعني على الالكترون مايكروسكوب هو اوضح شيء انه هون بيكون عندنا مور هيتيرو بينما هون بيكون عندنا مور يوكروماتين، برضه على الالكترون مايكروسكوب ساعتها بتبين اللاكوني وبتبين الكاناليكيولاي، فانت بتقدر تعرف بكل سهوله انها اوستيوسايت. اوكي، خلصنا العائله الاولى، هذول الخليتين بيجوا من الميزينكايم، زيهم زي اي كونكتيف تيشو او زي اي خليه في الكونكتيف تيشو، يعني زي كيف الفايبروبلاست بتيجي من الميزينكايم، الاديبوسايت بتيجي من الميزينكايم او الميزينكايمال سيلز. اوكي، مثلا الكوندروبلاست بتيجي من الميزينكايمال سيلز. ليش بحكي هيك؟ الاوستيوكلاست
هاي ماكروفيج، يعني هاي ماكروفيج موجودة جوا البون، بس احنا شو بنسميها؟ أوستيوكلاست. تمام؟ سو الأوستيوكلاست ماكروفيج. طيب احنا حكينا الماكروفيجز من وين بيجوا؟ بيجوا من خلية اسمها المونوسايت اللي بتيجي من البون مارو، مش من الميزنكايمال سيلز. اوكي؟ سو لازم تعرف انه هاي الأوستيوكلاست الأوريجين تبعها مختلف. من وين بتيجي؟ بتيجي من المونوسايتس، يعني هي مونوسايت مع مونوسايت مع مونوسايت بيتحدوا مع بعض وبيكونوا لي ماكروفيج ضخمة اسمها الخاص هون أوستيوكلاست. طيب هلأ بيكون عندي هاي قطعة البون، أوكي؟ هاي هون مثلا قطعة بون، وبتقعد فيها هاي الخلية اللي اسمها الأوستيوكلاست، خلية ضخمة زي ما حكينا، جاينت سيل، وبتكون يعني مالتي نيوكليتد، يعني فيها عدة أنوية لأنها ناتجة من اتحاد عدة خلايا، أوكي؟ وبتكون قاعدة هون في سبيس. هذا السبيس شو بنسميه؟ بنسميه هاو شيبس لاكوني، أوكي؟ احفظ هذا الاسم اللي هو الهاو شيبس لاكوني، أو مرات اسمه الثاني الأسهل اللي هو الريزوربشن لاكوني. إيش يعني ريزوربشن؟ يعني إعادة الامتصاص أو امتصاص البون. سو ريزوربشن لاكوني سهلة، لكن هاو شيبس لاكوني بدك تحفظها، أوكي؟ إنه المهم بتكون قاعدة جوا هاو شيبس لاكوني، هو المكان اللي بتعمل فيه عمليتها اللي هي شو حكينا؟ اللي هي البون ريزوربشن، اللي هي أهم إشي نكتبه، إنها شو بتعمل؟ بتعمل بون ريزوربشن أو امتصاص للبون. طيب ليش بدها تعمل امتصاص للبون؟ انت راح تحكي لي اكيد عشان تمتص الكالسيوم، وبحكي لك 100% صح. لما الكالسيوم في دمنا يكون قليل بتشتغل هاي البون ريزوربشن، لكن هاي الخلية مش دائما هيك سيئة بالنسبة للبون، برضو مهمة لعملية اسمها البون ريموديلينج. ريموديلينج يعني تجديد. الفكرة انه احنا البون تبعنا 24 ساعة بيتجدد، اوكي؟ يعني بنحكي انه مثلا كل هيك عدد من السنين، يمكن 6 أو 7 سنين تقريبا، أو يمكن أكثر، يمكن 10 سنين، كل البون تبعنا بيكون تبدل. ليش؟ لأنه لازم يضل فيه تجديد، يعني ما بتصير نخليه لحاله وتصير تخرب هاي البروتينات. لا، هاي الأوستيوكلاست بتكون شغالة 24 ساعة، بتكسر شوي والأوستيوبلاست بترجع بتحط، بتشيل بتحط بتشيل بتحط، لعملية اسمها الريموديلينج. يعني لما الأوستيوبلاست تعمل بون ريزوربشن، مش شرط إنه بالمحصلة في عنا تكسير، ممكن في من هون تكسير وفي من هون بناء يعني بيعاكسوا بعض أو بيوازوا بعض، فبالتالي بالمحصلة بيكون عنا مجرد تجديد. ومهمة لعملية الجروث. لا هيك مش منطق، ما أنت بتحكي لي إنها بتكسر البون، كيف يعني مهمة للجروث تبع البون عشان ينمو البون؟ هي بتكسر البون. بحكي لك خد هذا المثال. هلأ مثلا هون عنا بون معين، أوكي؟ هاي هيك لونج بون وأنا كاسرها من النص، أوكي؟ هاي بون أنا هيك ماخذ منها يعني سكشن. تخيل انه صار عندنا نمو. لو صار عندي نمو وهاي البون يعني هيها مشي هيك كانت، اوكي، كبرت لما تبلش تكبر هيك بالعرض، تخيل انها كبرت 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 صارت زي هيك، ايه هيك صارت البون فيري 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 ثيك، بصير وزنها يمكن يعني عشرات يعني الكيلوغرامات، فبالتالي وزنك بيوصل مئات. تمام؟ مش منطق كمان انت كيف بدك تصير تتحرك. فبنفس الوقت اللي البون قاعد بينمو بالعرض من برا، من جوا بيشتغلوا الاوستيوكلاست، وشو بصيروا يعملوا؟ بصيروا ياكلوا البون. ليش؟ عشان يحافظوا على ثيكنس منطقي. فيعني حتى البون لما يكون فيه جروث لازم يكون عندنا اوستيوكلاست شغاله من الداخل عشان تحافظ على ثيكنس معين. حندرسه اكثر بعدين في موضوع اللي هو يعني الجروث تبع البون، بس انه يعني عشان ما تشوفها انه مش منطقية لما احكي انه الاوستيوكلاست مهمة للجروث. مهمة للجروث، مش هي اللي بتعمل الجروث، لا، بس هي مهمة اثناء الجروث، مهمة في الريموديلينج لانه هي بتكسر وهديك بتبني، ومهمة عشان ترفع الكالسيوم في الدم. طيب هلا شو اللي هي بتعمله؟ اللي بتعمله انها بتضلها تفرز اتش بلس، اوكي؟ بتضلها تفرز اتش بلس اتش بلس، وبنعرف انه الاتش بلس حمض. الحمض هذا شو بيروح بيعمل؟ بيذوب البون. لما يذوب البون بصير عندنا يعني هيك، خلينا نحكي هون نسيج من البون بعد ما ذاب، اوكي؟ سو بصير في عندنا هون منطقه فيها بون دايب، اوكي؟ فمين اللي بتفرز اتش بلس، تمام، عشان يذوب البون، زائد بتفرز انزيمات. راح اكتفي هون اني اكتب كلمة انزيمز، بتفرز انزيمز، هاي الانزيمات عشان تكسر الكولاجين، اوكي؟ يعني بنشوف اسمائهم بروتييزز او ميتالو بروتييزز، بنعرف عنهم بعدين. المهم انه اتش بلس عشان نكسر الكالسيوم او عشان نطلع الكالسيوم، نذوب البون او نذوب الحجر. تخيل انك عندك قطعة
قطعة حجر وحطيت عليها حمض قوي، شو راح يصير فيها؟ راح تدوب، بيطلع الكالسيوم اللي فيها والإنزيمز بتكسر الكولاجين، بعدين بيصير عندي هذا النسيج وبتم إعادة امتصاصه. هذا البوردر تبع الخلية بنسميه رفلد بوردر، يعني إنه مموج، إنه كيف الحد تبعها بيكون مموج. ليش؟ عشان يعني يزيد مساحة السطح للامتصاص، دائما بنكون عارفينه. زائد في عنا شغلة، في عنا هون اريا بنسميها اللي هي السيلينج اريا، اللي هي المنطقة اللي فيها يعني بيكون زي تايت جنكشنز أو فيها تثبيت عالي. ليش؟ عشان تعزل المنطقة، عشان ما تصير تتسرب هاي الأشياء لبرا، أوكي؟ فبنحكي إنها زي بتعمل مايكرو انفايرومنت، إنه بيئة صغيرة بتكون هاي محدودة خلاص مسكرة من هون ومن هون، عشان هاي الاتش بلس ما تتسرب لبرا والإنزيمات دول ما يتسربوا لبرا. وهي هي الاوستيوكلاست. شو وظيفتها؟ البون ريزوربشن. هلا كيف بتعمل هذا الحكي؟ يعني هون انه بيكون عندنا سي او 2، والسي او 2 هو اللي بيطلع لي الاتش بلس، يعني مش كثير مهم، انه المهم هي اللي بتصنع الاتش بلس وبتضخه لبرا، وهي اللي بتصنع الانزيمات وبتضخها لبرا عشان تكسر البون، ومن ثم بتعيد امتصاصه وبترجعه للبلد. يعني لما تاخذ الكالسيوم بترجعه للبلد. اوكي، هذول هم الخلايا الموجودين عندنا، الاول عيله اللي هم الاوستيوبلاست والاوستيوسايتس، واخر شيء الاوستيوكلاست اللي بتكسر. هلا المفروض نروح نحكي عن الاكستراسيلولار ماتريكس، لكنها منطقيه جدا. اوكي، هي عباره عن فايبرز وجراوند سبستانس وان اورجانيك ماتيريال. الان اورجانيك نبلش فيها، ليش؟ لانه هي الموست كومون من الاكستراسيلولار ماتريكس. خليني بس هيك اتذكرت شغله، شايفين هاي الاوستيوسايت هي الموست اباندنت. اوكي، يعني على عكس ما انت ممكن تتخيل، انه انت ممكن تتخيل انه البلاست يكونوا اكثر، الا انه مين بيكون اكثر؟ الاوستيوسايت. ليش؟ لانه بكل بساطه النسيج بيكون كثير كبير. يعني تخيل هيك مثلا هذا نسيج للبون، اوكي، سو هون بيكون عندك يعني هون سايت سوري بلاست 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 بلاست، لانه بس على السيرفيسز في بلاست، بينما هون عندي سايت 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 سايت. سو المساحه الاكبر بتكون ماخوذه بالاوستيوسايت، فهي الموست اباندنت سيل. اوكي، الموست اباندنت سيل. هلا انسى، خلينا نرجع للاكسترا سيلولار ماتريكس. اكثر شيء من الاكسترا سيلولار ماتريكس موجود مين هو؟ الان اورجانيك، يعني 90% منها عباره عن املاح الكالسيوم والفوسفيت. بيعملوا لنا نوع من الاملاح اسمه هيدروكسي اباتايت. هذا الهيدروكسي اباتايت هو بكل بساطه عباره عن ملح، يعني اذا بدنا اسمه الادق بنحكي كالسيوم هيدروكسي اباتايت، اللي هو عباره عن ارتباط الكالسيوم بال أبتايت اللي هو الفوسفات بالهيدروكسيل جروب اللي هو الأو إتش. أوكي، بيعملوا ليش اسمه كالسيوم هيدروكسي أبتايت، احفظ اسمه اللي هو الملح اللي الموست كومون. الفايبرز ما أعتقد في داعي نحكي عنهم، هو كولاجين تايب 1، تمام. طيب والجراوند سبستنس، هون نسبتها أقل، فيها جاكز أكيد، وفيها بروتين اسمه أوستيونيكتين، هذا عبارة عن جلايكوبروتين، شفنا زيه مثلا في الكونكتيف تيشو بروبر كان اسمه فايبرونيكتين. شو كان يعمل الفايبرونيكتين؟ كان يثبت الفايبروبلاست بالإكسترا سيلولار ماتريكس. كان عندنا إشي اسمه كوندرونيكتين في الكارتليج، كان يثبت الكوندروبلاست والكوندروسايتس في ال يعني في الإكسترا سيلولار ماتريكس. طيب شو بده يعمل هذا الأوستيونيكتين؟ راح يعمل كونكشن بين الاوستيوبلاست والاكستراسيلولار ماتريكس، يعني بروتين بيكون زي هيك بيثبت الاوستيوبلاست والاوستيوسايتس في الماتريكس. اوكي، وفي بروتين ثاني اسمه الاوستيوكالسين، من اسمه اوستيوكالسين، هذا اللي بيرتبط مع الكالسيوم، هذا اللي حطيته هون زي حرف السي، هو مغناطيس للكالسيوم عشان يجي الكالسيوم ويترسب في هذا المكان. That's it. هذا هو البون تيشو. يعني في هاي المحاضرة تعرفنا عن الكومبوننتس تبعون البون، اوكي، يعني شوي عرفنا عن ترتيبها لكن مش 100%. هلا المحاضرة القادمة راح نرتبها ونحكي انه كترتيب عندنا نوعين من البون كنسيج، انه عندي اشي اسمه كومباكت بون، بون مضغوط، و سبونجي بون، الاثنين فيهم نفس الكومبوننت لكن بتوزيعات مختلفة. اوكي، راح نشوف مثلا شوي هيك عن الاناتومي، اشكال البون، كيف البون بنمو، كيف يعني في له طبقات مثلا بيري اوستيوم حوالين البون، ايش اسمه اندوستيوم ببطن البون من جوا، كله راح نتعرف عليه في المحاضرة القادمة. هلا بس ركزنا على الكومبوننتس تبعون البون. يعطيكم العافية وبالتوفيق.